في البداية يسرني أن أرحب بكم في الدورة الرابعة من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات. تركيزنا الدائم هو داخليا، ونحن أقوياء في الخارج لأننا داخليا أقوياء. وقفتنا اليوم هي حول أدوات التغيير، حول منهجيتنا الجديدة في العمل الحكومي. دولة الإمارات لها مكانة عالمية غير مسبوقة، والحمد لله العالم اليوم يتعامل معنا بكل احترام وتقدير. فمبادئ وثيقة 50 التي وضعت موجهات الحقبة القادمة للمسيرة التنموية للدولة ركزت على الحياد الإيجابي وحسن الجوار والدعوة للسلم والسلام وتوجيه السياسة لخدمة الاقتصاد والمصالح الوطنية العليا للدولة. نرى اليوم أن النموذج الإماراتي يغرد خارج السرب عندما يتعلق الأمر بالنمو الحضاري والنمو الاقتصادي. وفقنا الله وإياكم لخير شعب الإمارات وقيادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.